ده كان كل ما قيل بعظمة لسانه عن هذه الأزمة اللي فيها تطورات وفيها محاولات للصلح وفيها محاولات للاحتواء، لكن هو في الأصل احنا بنتكلم على هدفين ثلاثة، لا يدار لاعب ولا يظلم واحد لم يرتكب خطأ. كهربا ما أخطأش، وتصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ في البداية كان بهدف احتواء الأزمة وعدم تصعيد الأمور، وإنه اللاعب لا يدار. لما لقى الموقف مختلف خالص عند محمد فضل، وانه هو كهربا بيستبعد من المنتخب وبتتقدم ضده شكوى لجنه الانضباط ويحال، وراح النهارده ادلى باقواله امام لجنه الانضباط. يعني تصرفات عصبيه زياده عن اللزوم الحقيقه. يعني انا اتكلم بمنطق ايجابي واقول انه الاهلي ما بيقبلش تجاوز في حق اي حد سواء من اتحاد الكره وكمان حد من لعيبته وحتى عماله، ما دام في التزامات يبقى كل طرف ياخد حقه. التزم هذا الالتزام بهدف التهدئة، فأفاجأ أنه كهربا يحال لجنة الانضباط. لا، طب ضربني وبكى وسبقني واشتكى يعني ولا إيه؟ فكان من الطبيعي جدا استخدام الحق القانوني. أما أنه في محاولات كتيرة للتهدئة، فالمؤكد أن احنا هدفنا الأساسي أن اللي حصل ده ما يحصلش تاني، وكل اللي أخطأ فيه يدرك مسؤولياته ويرتقي إلى حجم ومستوى المسؤولية. ده كان كل ما بعظمة لسانه.